فهم أوسع حول هذه التطورات. ينضم إلينا أندرو فيسياك، خبير عسكري واستراتيجي ومستشار أول في مجموعة بلاك تريندت للدفاع والأمن من كييف عبر خدمة سكايب. أهلا بك سيد فيسياك. إذن هذه إحدى المطالب التي قدمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي قبل أسابيع، ها هي تتحقق، الذخائر العنقودية، ما الفارق الذي ستحدثه في الحرب؟ الفارق هو أن الجيش الأوكراني أصغر من والدولة الأوكرانية أصغر من روسيا، وبالتالي لدى روسيا جنود أكثر، والأسلحة العنقودية سوف تساعد في تدمير قوات أكثر من الطرف الروسي الذي يهجم على أوكرانيا، وهذا سوف يكون مساعدا للجيش الأوكراني. وروسيا لم توقع على الاتفاق ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوكرانيا ضد استخدام هذه الأسلحة، فإذا روسيا لا تحب هذه الأسلحة يمكنها أن تغادر أوكرانيا مباشرة ولن يواجهها أحد ضدها. ولكن بيان البيت الأبيض السيد فيسياك يتحدث عن ضمانات حصلت عليها واشنطن من أوكرانيا لعدم أن يتسبب هذا السلاح في إضرار للمدنيين، ما الضمانات التي يمكن تقديمها في حالة حرب في هذا الإطار؟ أوكرانيا ليست مثل روسيا، أوكرانيا تهتم بالمدنيين، فهي لا تفجر المدنيين والمناطق المدنية المسكونة، أوكرانيا لا تفجر الأماكن المسكونة حتى في روسيا، لذلك إذا لم يكن هدفا عسكريا لا تفجره أوكرانيا، ولكن بالنسبة لروسيا كقوة إرهابية تفجر المدنيين، ويوم أمس فجرت بالصواريخ بعيدة الأمد، فجرت منطقة سكنية وأدت إلى وفاة أكثر من 7 أشخاص. بالتالي روسيا هذه استراتيجيتها تريد أن تخوف الأوكرانيين، ولكن هذا لن يعمل ولم يعمل في الماضي، وفشلت روسيا في هذا الموضوع والجيش الروسي فشل، وهذا ما رأيناه مؤخرا في الأسابيع الماضية مع فاغنر وبريغوجين، وأيضا كان هناك هذا الانتفاضة في روسيا لأن روسيا تفشل وتنهار، فبالطبع روسيا تخاف من الخسارة وتخاف من الجيش الأوكراني وتخاف من هذه الأجمة المرتدة، وأيضا هذه حرب، ولكن المسألة مسألة وقت ويجب أن ننتظر، وكما قلت أوكرانيا أصغر من روسيا من ناحية عدد السكان، فالعدد السكان الروسي أكثر بكثير، فأوكرانيا لا يمكنها أن تكافح مثل روسيا، وهذا يعني أنه لا يمكننا أن نرسل جنودنا إلى القتال لمواجهة الموت، هذا ما تقوم به روسيا، لديها طرق قتال مثل في باخموت، ونرى جنود يموتون بعدد كبير، وروسيا تجبر الجنود للقتال بهذه الطريقة، ولكن الجيش الأوكراني لا يقاتل بهذه الطريقة، والجميع يمكنه أن يرى هذه الأمور وكل طرف كيف يقاتل بعد حوالي عام ونصف من القتال، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين في أوكرانيا، نحن نعامل المدنيين باحترام، بالطبع هذا لا نراه في روسيا. نعم، تجدر الإشارة هنا إلى تقرير صدر قبل يومين لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تحدث فيه عن استخدامات للقنابل العنقودية بشكل يعني لا يراعي المخاطر التي يتعرض لها المدنيون من أوكرانيا ومن روسيا. المنظمة أدانت الطرفين، وأيضا هذه النقطة شكلت عقدة للبيت الأبيض حتى يتخذ القرار، أخذت وقت حتى تم اتخاذ هذا القرار لتأكيد الحصول على هذه الضمانات. ولكن أود أن أعود إليك بنقطة ذكرتها، بأنه إذا لم تعجبها روسيا هذه الآلية وهذه الأسلحة التي ستستخدم العنقودية يمكنها أن تغادر، ولكن في المقابل يمكنها أن تستخدم أسلحة أكثر فتكا وأن يتحول الصراع إلى شكل أوسع وأكبر وأخطر. كيف يمكن توقع تصعيد وزيادة هذه الحرب؟ لا يمكن لروسيا أن تقوم بأي شيء أكثر، لقد حذرت من استخدام الأسلحة النووية، ولكن لا أظن أنها سوف تفعل هذا. روسيا دولة ضعيفة للغاية، ومن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خائفون من روسيا. أوكرانيا أظهرت مرارا وتكرارا أنها بعد تفجير أنها فجرت القاعدات العسكرية، أيضا على مرارا وتكرارا
مرارا، وكان هناك عمليات عدة أظهر فيها تفجير أماكن عسكرية وليست مدنية في روسيا، ولكن روسيا لم تقم بأي شيء لأن روسيا ليس بوسعها قيام بأي شيء. روسيا بإمكانها التهديد فقط، وهذا كل شيء، لأنه منذ بداية الحرب قامت بما تريد القيام به، ولقد خلقت هذه الإبادة في أوكرانيا وتستمر بها وتعذب المدنيين أينما كانوا، وبالتالي ليس هناك أي شيء إضافي للتصعيد بدلا من الاحتمال النووي. ولكن أنا متأكد أن روسيا تفهم أن أوكرانيا لديها خياراتها النووية أيضا، لأنه في روسيا هناك أماكن نووية ومراكز نووية قوية، وروسيا تفهم أنه لا يجب أن تحاول تدمير منشآت أوكرانيا النووية، لأن أوكرانيا يمكنها أن تقوم بالمثل في روسيا. لذلك يجب أن تحذر روسيا، ولا أظن أن هذا سوف يحصل. وروسيا تفهم هذا الموضوع، وبوتين ليس شخصا انتحاريا، هو شخصا يريد أن يظهر نفسه بصورة أفضل، وهو يجلس بعيدا في الاجتماعات عن الجميع لأنه يخاف من الجميع. شكرا لك أندرو فيسياك، الخبير العسكري والاستراتيجي ومستشار أول في مجموعة بلاك تريدنت للدفاع والأمن، كنت معنا عبر خدمة سكايب من كييف. شكرا.